المملكة العربية السعودية وإيران هما أكبر دولتين في المنطقة وأكثرهم تأثيرا على الأوضاع، ولا شك أن الخلافات بينهما انعكست على مجمل الأوضاع في المنطقة، مع ملاحظة أن الرياض كانت دائما حريصة على استقرار علاقتها مع طهران ولم تسعى أبدا إلى التدخل في الشأن الداخلي الإيراني. ومن هنا فإن استقرار العلاقات بين الرياض وطهران واللجوء إلى الحوار المباشر حول مجمل القضايا التي تسبب اضطرابات في المنطقة سينعكس على الحالة اليمنية، فالبلدين يمتلكان الكثير من أوراق التأثير على الأطراف اليمنية وتستطيعان دفعهما نحو طاولة الحوار السياسي والحل السياسي للحرب اليمنية. في مجمل الأمر فإن إيران بالذات تستطيع أن تضع ضغوطا وأن تمارس على جماعة الحوثي الكثير من أجل التوصل إلى حل سياسي سريع لهذه الأزمة التي طالت. أنا أتصور وعلى قناعة تامة أن المملكة تستطيع أن تصل مع إيران إلى نقطة اتفاق حول كيفية تهدئة الأوضاع في اليمن وفي مجمل المنطقة التي تأثرت بتدهور العلاقات بين البلدين.